السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في اوبن ستريت ماب بدأنا الحمد لله ان احنا نرسم جزء من العاشر من رمضان. طيب خلينا نشوف الجزء اللي احنا رسمناه ده هيأثر ازاي. على ابسط حاجة دخلنا على موقع اسمه F4 ماب اهوت، وقلنا بتعمل زوم بتبدأ تظهر معاك المباني ثلاثية الابعاد، تمام، زي ما انت شايف بالشكل ده. بينما لو رحت لأي مكان تاني في الاماكن اللي حواليها هتلاقي كلها 2D، خريطة عادية خالص، تمام. اللي احنا بنرسمه في الاوبن ستريت ماب ده بيسمع بسرعة رهيبة جدا، تمام، في الخريطة، سواء انت بتشتغل بأي خريطة من الخرايط، سواء انت بتشتغل سيفل 3D، سواء بتشتغل انفرا ووركس، اي برنامج من البرامج بيقرأ من الاوبن ستريت ماب وتبدأ تظهر معاه. كل اللي علينا ان احنا ممكن تدخل في اوبن ستريت ماب وتبدأ تعمل ايديت ناو، او هندخل على، هسيب لكم الرابط اسفل الفيديو اللي هو تاسكينج مانجر. احنا عاملين ايجيبت مابسون، تمام، وده ان شاء الله هنعمل كذا منطقه تانية. اول ما خلص عشر من رمضان نبدا ندخل، هتعلم على المنطقه اللي انت عايز تشتغل فيها وتقول له ماب سيلكت تاسك، وتبدا ان انت ترسم حدود المباني، وبعد كده واحد تاني يدخل الارتفاعات بشكل اقوى وهكذا. فكل واحد فينا بيبدا يدخل مثلا يشوف منطقه معينه، مبنى معين، في حد مثلا دخل وكتب معلومات اللي ادرس وكل حاجه. فاحنا هنرسم المبنى من اريا، هبدا ارسم المبنى بالشكل دوت. خلينا نرسمه تاني الاريا اهوت، هنرسم من الجزء اللي تحت. تمام، ونقدر نخمن شكل المبنى، ولو في حد مصور بالكارتا فيو هتبدا تظهر معانا. طيب ممكن حد يقول ان الخطوط مش مستقيمه، مفيش اي مشكله خالص. احنا بعد ما نخلص تعمل سيلكت وتقول له اعملها على ايت سكوير، فاعملها لك بالشكل دوت، وتقدر تعدل في الخطوط وتزود وتقول له ان ده بيلدنج، وتقول له هنا هو يقرا مدينه عاشر من رمضان، وهنا هيقرا اقرب شارع، البوست كود هو قراه. وممكن من هنا نقدر ناخد، اللي احنا بنعمله ده بيسمع على طول في كل البرامج التانية. تقدر تشوف مثلا في موقع، كل المواقع على طول بتقرا من الاوبن ستريت ماب، فتبدا تظهر معاها المباني 3D، وده يساعد اي حد عامل عايز يعمل دراسات في الظلال والهواء وكل حاجه.